والله أعتقد أنه العملية الانتخابية، وأنا كنت عضو في الهيئة المستقلة للانتخابات، يجب أن تتمتع فعلا بالنزاهة والحياد والموضوعية. ولهذا أنشئت الهيئات المستقلة في معظم الدول العربية الحقيقة بعد بدء الربيع العربي إلى حد كبير، حتى تكون السلطة الحاكمة نفسها بما في الحكومات والأجهزة الأمنية الرديفة لها بعيدة كل البعد عن التأثير على المجريات، كان على الفرد الناخب أو على العملية الانتخابية من ناحية فنية. فأنا بعتقد دخول الحشد الشعبي إلى حد كبير سوف يؤثر على المزاج العام وعلى المناخ العام، لأنه يبدو الحشد الشعبي في العراق حتى هذه اللحظة لم يصنف تماما كجهة قانونية ذات واجبات محددة، يعني يقرها الدستور ويقرها القانون ويقبل بها الرأي العام في الشارع العراقي. أنا بعتقد أنه بكل تأكيد كما أنه يلعب دور في الجانب الأمني لأنه يحمل السلاح وشارك في قضية تحرير الأراضي العراقية مع داعش، لكن هذا لا يعطي السلطة الصحيح أن يعمل في المجال السياسي. إما يصنف كحزب سياسي ويدخل العملية الانتخابية، أما أن يقوم بالإشراف أو التدخل أو غير ذلك، أنا بعتقد هذا يمس تماما بنزاهة العملية الانتخابية. وأنا بعتقد أنه الهيئة المستقلة عندكم يجب أن تتصدى لهذا الأمر، لأن القانون يعطيها مثل هذا الحق إذا كان لديها السلطة الصحيحة.